أعلنت المفوضية الأوروبية يومه الاثنين عزمها تبرعها ب 400 مليون يورو أي 467 مليون دولار لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات فيروس كورونا. ولم توضح المفوضية ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على جرعات ضمن خطة المنظمة، مشيرة إلى أن المبادرة التي تعرف باسم كوفاكس تهدف إلى شراء ملياري جرعة لجميع دول العالم من لقاحات محتملة تنتجها شركات مختلفة بحلول نهاية 2021. وقالت المفوضية إن تمويل الاتحاد الأوروبي سيقدم من خلال ضمانات، غير أنها لم توضح كيف ستقدم هذه الضمانات أو لماذا فضلتها عن تقديم تمويل نقدي مباشر.